إذن مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوفت، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. يعني كيف ما كتبوا معنا مشاهدي الكرام، ساكنة حي محمد وبالضبط منطقة قصور كتعيش الرعب بسبب واحد صعصع اللي خرب مجموعة من السيارات والمحلات التجارية. يعني شوفوا معنا شنو دار هنايا، شوف 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 شوف، يعني عايش ساكنة في الرعب، يعني خرب السيارات، ثلاثة ديال السيارات وجوج محلات تجارية اللي تقام بتكسير ديالهم. طبيعة الحال حضروا عناصر الأمن في هاد اللحظات كيقوم بالبحث على هاد الشخص هذا من أجل الاعتقال ديالو. يعني هذا شخص صعصع في هاد المنطقة هادي. هذه السيارة الأولى، مرحبا خويا، أنا نمشيو لهم. هذه السيارة الأولى، شوفوا معنا الزاج ديال السيارات المليوح، شوفوا السيارة الثانية، شوفوا سيارة الأجرة حتى هي شنو وقع عليها. يعني هاد الشي اللي دار يعني خطير بزاف، يعني هذا خاصو الاعتقال في أقرب وقت. يعني هاد الشي بالضبط في منطقة الحي المحمدي مدينة الدار البيضاء. طفي ديال شي ديكلاري كنتي حاضر انت، ما تدويش ما كنتيش. اول مره ولا ديما؟ اول ديما تعرعر صح سعاد. شوف ها هو السيد رزان مسكين، شوف شوف باش ضربهم شاقور. ها الشاقور با 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 بارانا. انا خديت لها فيديو في الاول. يعني شوفوا معانا ها الشاقور، كان ها الشاقور، يعني راه كون جابو قدامو شي واحد كون صفاها ليه. شوفوا سيارة الأجرة كيفاش ردها. شوفوا سيارة الأجرة كيفاش ردها. يعني كان هاز الشاقور، هاز الشاقور ويعيش الناس في الرعب. كان هاز الشاقور ويعيش الناس ديال هاد المنطقة وديال هاد الحي في واحد الرعب كبير بزاف. يعني شوفوا معنا البقايا ديال هاد السيارات هادو. شوف 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 شوف، شوفوا هادشي اللي دار، شوفوا هاد المجرم اش دار. يعني كان هاز معاه واحد الشاقور وكيخرب في السيارات والمحلات التجارية هنا في منطقة الحي المحمدي. شوف يعني اش درن بهاد الناس هادو اللي رزاهم في هاد الشيء هذا. يعني شوفوا معنا لاطراس ديال الضربة ديال هاد الشاقور هذا. يعني شوفوا ايضا حتى جوج ديال المحلات اللي قام بالتكسير ديالهم، جوج ديال المحلات اللي هرسهم هذا الزجاج ديال المحلات. شوفوا معنا الزاج ديال المحلات بعد ما جمعوا، يعني المحلات راه سدوا، المحل الاول والمحل الثاني، المحل الاول والمحل الثاني حتى هما هرسهم هاد الزاج هذا ديالهم. راه هادشي هذا اللي دار خطير وخطير بزاف. يعني كون جا قدامه شي واحد كون صفاها ليه، كون جا قدامه شي واحد غادي يصفيها ليه بلا رحمه بلا شفقه، لانه كان في واحد الحاله ديال الهيجان. يعني قال ديما انه كيحيح وكيغوت، ولكن اول مره كيهرس هاد الحي هذا. يعني هذا مجرم خطير، يعني كيضرب واحد الشاقور، عنده صوابق كيضرب واحد الشاقور وهرس مجموعه من السيارات، هرس مجموعه من السيارات، ثلاث سيارات وجوج المحلات تجاريه. جوج سيارات، ثلاثه سيارات وجوج محلات تجاريه. شنو درن بهاد الناس هادو اللي كانوا مبلاصين السيارات ديالهم وطالعين باش يرتاحوا في المنازل ديالهم؟ يعني صراحه هادشي صعيب، هذا مجرم خطير. يعني يكون لقى شي واحد في الدرب هذا غادي يصفيها ليه، يعني بالشاقور ديالو، بالشاقور ديالو. شوف 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 شوف، شوفوا الاضرار اللي لحقات بهاد السيارات هادو. شوف شوف شوف، أنا
حشومه وعيب وعار، الناس ترزيهم خصوصا صاحب سياره الاجره كيف ما كتعرفوا، فغدا ما غاديش يخدم باش غيوكل وليداته. هاد مول الطاكسي هذا غدا ما غاديش يخدم باش غيوكل وليداته. فهذا صعصع معدي في هاد المنطقه هاد، يعني كان لازم معاه واحد الشاقور ويعيش الساكنه واحد الرعب. عيش الساكنة واحد الرعب كبير بزاف. وليداتهم تخلعوا، الناس اللي عندهم وليدات صغار تخلعوا، كيسحب لهم انهم غير يدخل حليهم حتى المنازل. فحضروا عناصر الامن وكيقوموا بالبحث على هذا المجرم هذا من اجل اعتقال ديالو في اقرب وقت. يعني عنده سوابق عديده، ولكن هذا الشيء اللي دار هذه المره هذا الشيء راه كثير بزاف. شوف شوفوا السيارة الأخرى، يعني راه أصحاب السيارات انتقلوا للدائرة الأمنية باش يديروا محضر باش يقوموا عناصر الأمن باعتقال هاد الشخص هذا. يعني مشاو باش يديروا شكايات بهاد المجرم هذا. يعني هادي عقوبة سجنية كتراوح حتى 10 سنوات، حمل السلاح الأبيض، تكسير ممتلكات الغير، محاولة سرقة. يعني راه هاد الشيء اللي كيدوي عليه الفصل 507، هاد الشيء اللي كيدوي عليه الفصل 507 لمجموعة من المجرمين كياخذوا عقوبات سجنية كتراوح حتى 10 سنوات. شوفوا معنا الزاج عباد الله ديال المحلات التجاريه، شوفوا معنا الزاج ديالهم هما مساكن شطبوه وجمعوه هنايا في هذا الكرتون هذا باش ما يأدي حتى شي واحد. يعني راه رسل لهم كاع الجاج، او هذا راه جاج، شوف ها هو جاج. هادو هما المحلات هما مالهم مساكن سدو ومشاو وخلاوهم، مشاو باش يديروا واحد الشكايه بهذا الشخص هذا ولا بهذا المجرم. شوفوا معنا الزاج اللي هرس ليهم ديال الفيترينات. شوفوا الضربه ديال الشاقور، فكنتمناو اعتقال هذا المجرم هذا في اقرب وقت. عفوا عناصر الامن كيقوموا بالمجهودات ديالهم، والله يعوض هاد الناس هادو يا ربي، الله يعوضهم. مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على منطقكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء. يعني الله يعوض هاد الناس هادو والله القسم، يعني الله يعوضهم. فعلا اخويا الرجال ما كيديروش هاد الشيء، الرجال ما كيتعداوش على الناس. الرجال ما كيتعداوش.